اليوم أنا ونها رحنا الأوفيس، تكلمنا عن حياة سلامة محمد في إنستغرام، تكلمنا عن كيف ممكن نبيع على إنستغرام، شو الأشياء اللي تسويها، شو الأشياء اللي تتفاداها. حسيت وايد عندها شغف تبى تتعلم، يعني أسئلتها كانت تبى تتعلم زيادة، كيف تبتدي، كيف تسوي. ومن تجربتي أنا في هالمجال عطيتها نصايح. أغلبية اللي أنا سويتها في حياتي يمكن ما تتماشى مع ناس وايد، بس إذا عندها الفيجن، عندها الحلم، عندها العزيمة، anything can work. من كل قلبي ما تتخيلين حبيت أشكر كولستون إن عطوني، مش عطوها هي الفرصة، عطوني أنا الفرصة إني أنا أشاركها لو خبرتي البسيطة في هالمجال. عطوا إنها التولز إنها تبتدي، أنا عطيتها النصيحة بس هم عطوها الفرصة، فشكرا كولستون من كل قلبي. Thank you. اوكي، اليوم رحنا على الاوفيس انا وسلامة، وكانت فرصه كثير حلوه لانه هي ورجتني شغله على الانستغرام، كيف بلشت اول مع اول برودكت، اعطتني نصائح كثير مهمه، شو لازم اعمل وشو ما لازم اعمل. كمان انا كنت لربت كونفيوز لانه كان عندي كثير يعني مشاريع ببالي بس ما بعرف كيف بلش، وهي اعطتني نصائح كثير مهمه مشان ابلش بشوي بشويش، فبتشكرها كثير كثير. هاي الامرأة كتير powerful و she's a plus in my life، فبتشكرها كتير، كمان بتشكر كولستون على هالفرصة الكبيرة.